مع دخول فصل الشتاء تشتد الحاجة لللباس الشتوي الذي يقي الناس البرد والصقيع، إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار الملبوسات يشكل هاجساً حقيقياً عند أصحاب الدخل المحدود، والذين باتوا يشكلون النسبة الأكبر من سكان مدينة حلب. وترجع أسباب ارتفاع أسعار الملبوسات إلى توقف الإنتاج المحلي وهجرة العمال إلى دول الجوار، مما اضطر أصحاب المحلات إلى تأمين معظم البضائع من تركيا أو مناطق سيطرة النظام، مما ساهم في تضاعف أسعارها إلى حد قد يصل إلى 4 أو 5 أضعاف أحيانا. في من راحوا فتحوا في تركيا، عم توصلنا القطع لهون غالي، إجبارنا نبيع لزبون غالي. يعني هي عم تقول قطع توصلنا شيء 1400 ورا 1500 ورا، شو بدنا نبيع؟ عندنا مصروف مثلا نعطيه بإجرته للعامل، بدنا نعطيه إجرة أمبيرات الكهرباء لأن تيجي ساعتين أو ما تيجي أو هذا، مازوت غالي. كما أن طمع تجار الجملة قد أرهق الفقراء، فهم يرفعون الأسعار بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار، فإذا عاود الهبوط بقيت أسعار الملبوسات في ارتفاع دون مراعاة هذا الفقير المحتاج.